يشهدوا ببعض ما قاله الإنجليز مثلا عن الشعب الجزائري باعتباره أعتقد فاعل في السياق التاريخي في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر. يقول المؤرخين يكتبون على لسان الإنجليز أنهم قالوا لو لم يخلق الله الشعب الجزائري لخلقناه. لا لا ثانية واحدة، احنا هنتسخط قرود كده لو عدنا الكلام ده. انت بتقولي ايه يا مدام؟ في ايه يا جماعة؟ في وبعدين القرون اللي حضرتك قلتيها دي ما كانتش موجوده فيها دوله الجزائر. الجزائر تاسست 1962 يا فندم. القرون اللي حضرتك بتقوليها دي ما فيهاش الجزائر يا فندم. وبعدين ايه المقوله دي؟ انا مش عارف ايه المقوله دي. انا حد يفوقني يا جماعه عشان انا تعبان بجد. واحد تاني برضو طلع من يومين قالك احنا عندنا واحده ست في الجزائر ايديها بتطلع عسل، دي نحله دي ولا ايه؟ وبحاجات غريبه يا جماعه بنشوفها كل يوم في كوكب لالا. فحد يفهمني بس ايه قصه انه الانجليز قالوا لو ما خلقناش. انا مش هعيد الكلام تاني لان انا مش قادر استحمل الكلام ده بصراحه، ومش عايز ان انا اتسخط قرد، لانه العجائب الدنيا ال 8000 اللي في كوكب لالا دول بيطلعوا لنا كل يوم. كل يوم الاقي حد بيقول حاجه غريبه وعجيبه، فعجائب الدنيا دي انا ببقى مبسوط بيها قوي لما بسمع. انا هسيب لكم انتوا التعليق بقى عشان انا همشي من هنا، انا اللي هجري بسرعه، انا خايف اعيد الكلام. الله في كوكب لالا. طلعوا كده يا جماعه صفحات كتير عماله تنشر الاخبار دي من امبارح ان العمله اللي هي المفروض اصلا عمله رمزيه مش هتستخدم لسه، حاجه رمزيه كده، ايه تجمع البريكس يعني، قالوا عليها علم الجزائر. دي العمله القديمه اللي حطوها في شهر 7 اللي فات باين، ولا شهر 9 اللي فات، السنه اللي فاتت. طلعت صفحات الجزائر امبارح كلها بتقول لك بصوا علم الجزائر في العمله يا جماعه، دي عمله رمزيه اتعملت لما كانت الجزائر هتدخل البريكس، بس بعد رفض دخول الجزائر البريكس، لانه البريكس رفض دخول الجزائر. مصر موجوده اهي منوره هناك، والسعوديه موجوده، والامارات موجودة. المهم يعني انه بعد رفض دخول الجزائر البريكس، ومنظمة البريكس هي من رفضت، بعد كده شالوا العلم ده يا جماعة. فالعلم ده صورة قديمة، عاملين كل الصفحات الجزائرية النهاردة الصبح صاحيين بيفطروا وبينشروا الصورة دي على انه الجزائر العلم بتاعها موجود في عملة البريكس. ده غير حقيقي يا جماعة، انا بس بقول الحقيقة يعني، ما بحبش ترويج لحاجات كاذبة. يا جماعة الجزائر مش في منظمة البريكس، يبقى ازاي العلم بتاع الجزائر هيتحط على عملة البريكس؟ ازاي طيب يا جماعة؟ هو انتوا عايزين تجننوني؟ فكل الصور اللي انتوا شفتوها اللي بيقولوا فيها ان الجزائر علمها موجود ودي حاجه جديده، دي حاجه من شهر 9 السنه اللي فاتت، والجزائر مش في البريكس يا جماعه. كيفاش هيحطوا علم الجزائر في عمله وهي مش موجوده فيها اصلا؟ الجزائر مش موجوده في المنظمه دي. وبعدين مش انتوا قلتوا احنا مش عايزين ندخل البريكس، البريكس دي بتاعت الغلابه؟ طب خلاص يا جماعه، احنا غلابه، احنا وروسيا والصين وكلنا غلابه، خلاص، والسعوديه والامارات غلابه، بس انتوا الجامدين اللي ما فيش زيكم خلاص. لكن الصور اللي عمال يتم الترويج ليها على صفحات جزائريه اليومين اللي فاتوا دول على انه علم الجزائر موجود في عملة البريكس غير حقيقية، واصلا دي عملة رمزية والصورة دي قديمة. دلوقتي مفيش الجزائر في البريكس يا جماعة. وبعدين انتوا قلتوا انكم اكبر من البريكس، خلاص بقى سيبونا في حالنا بقى يا جماعة. ها مصر في البريكس والحمد لله، ودي حاجة بسطاني بصراحة، ان شاء الله تساهم بشكل كويس جدا في يعني تعديل الاقتصاد المصري وتطويره ان شاء الله بإذن الله. لنا الله في كوكب لالا، والله يكون في عوننا جميعا. واترك لكم التعليق. اسمه الجزائر المحروسة. ايه استنى ثانية واحدة بس يا جماعة، في سؤال غريب اتسأل دلوقتي يا باشا. الأستاذ من كوكب لالا بيسأل سؤال غريب، ليه سموا الجزائر المحروسة؟ الجزائر مش هي المحروسة، مصر المحروسة يا فندم. مش ده لقب مصر برضو؟ أصل أنا عندي 38 سنة، عشت 38 سنة في مصر، عارف إنه مصر المحروسة. أول مرة أعرف إنه بتسأل مين أنت، مش فاهم يعني. كمل لنا كده نشوف وجهة نظر سيادتك إيه. هي في الحقيقة باش تعرف المحروسة لأن عرفت عدة غزوات، بوكو كونكيت، بوكو ديكسبيديسيون. نذكروا منها تاع شارلو كان 23 اكتوبر 1541، لورد ديكسمود 1816. ايوه الغزوات يعني هي اللي خلت الجزائر هي المحروسه ولا ايه؟ مش فاهم بجد. انا حاسس ان انا عايز اكلم مؤرخ مصري ولا حاجه يا جماعه، في حاجه غلط. ما هو حضرتك مصر تعرضت لغزوات كتير ولقب مصر مصر المحروسه. انا خايف على لقب ام الدنيا والله، انا بقيت قلقان على نفسي. طب وبعدين يا جماعه هنفضل نخنشل كل شيء كده لحد يعني؟ هيفضل كوكب لالا يقول على نفسه كل حاجه لحد امتى؟ يعني مش قادر افهم بجد. علم الجزائر فيه احمر واسود وابيض ونسر، اصل انا عارف انك هتقول كده. ما هو بعدين ما فاضلش الا ده. السلام عليكم. ايوه يا فندم، انا كنت عايز بس اكلم اي مؤرخ مصري لو سمحت، او اي حد مصري بقى. انا مصري بس عايز اطمن، حاسس ان انا كل حاجه بتتاخد مني. ايوه مش مصر المحروسه برضو ولا ايه؟ انا خدتها في الدراسات وانا صغير في كي جي 2 مصر المحروسة. اصل في واحد طالع في التلفزيون بيسأل عادي كأنها حاجة عادية جدا يعني، فبيقول لزميله اللي قاعد جنبه بيقول له ليه الجزائر اسمها المحروسة؟ فأنا عايز أعرف احنا اتعلمنا غلط ولا إيه يا فندم؟ عشان أنا نفسيتي تعبت من القصة دي، يعني عايز أفهم هل مصر المحروسة ولا الجزائر المحروسة يا فندم؟ لأنه أنا عرفت إنه الإله آمون اللي هو بتاع الفراعنة جزائري، وبناة الأهرامات جزائريين، والكشري والفول والطعمية جزائريين، والقاهره بناتها جزائريين، والازهر اللي بناه جزائري. في التلفزيون الجزائري بيقولوا كده يا فندم. فانا حابب اطمن، هل برضو مصر المحروسه اتخذت مننا ولا ايه؟ عشان انا ابقى عارف بس، اصل الاستاذ بيسال عادي جدا.
لا، والتاني بيقول لك انه عشان تعرضت لغزوات كثيره الجزائر فلذلك سميت بالمحروسه. يا فندم مصر تعرضت لغزوات كتير جدا في تاريخها الحمد لله، وانتصرت في كله الحمد لله. عشان كده اسمها يعني مصر اسمها المحروسه. طيب يعني انا مش غلطان؟ طب ثانيه واحده اكلمه واتصل بيه. بس ثانيه واحده، ايوه كوكب لالا، انت قاعد في برنامج بتقول انه الجزائر هي المحروسه. يا فندم ربنا يحرس الجزائر، بس لقب المحروسه لقب مصر والله. فممكن حضرتك بس تعدل المعلومه دي، لانه انا مش انا متضايق على بلدي يا فندم بعد اذنك. واحب بقى اضيف لك كمان انه الزليج مغربي والقفطان مغربي والكسكس مغربي. ها بطل تاخد حاجه غيرك بقى يا ولد، ها عشان كده عيب. مش لازم نحرجكوا يعني، وانت متعوده دايما تاخدي حاجه غيرك. طيب يا فندم، يعني انا حبيت بس اقول لحضرتك المعلومه، لانكم قاعدين بتتكلموا في البرنامج ومش عارف ليه الاستاذ لابس لبس نابليون في يعني هو جزائري صح يا فندم؟ حضراتكم تعرضتوا لغزوات من فرنسا. ليه يا فندم الاستاذ الضيف اللي معاك اللي بيقولك الجزائر محروسه مش مصر هي المحروسه لابس لبس نابليون؟ علاش؟ ما فهمتش والله. شكرا بزاف اخويا، تهلا في راسك ولا ما تتهلاش. انا اصلا تعبان منكم وتعبت من كوكب لالا ونفسيتي تعبت من قصه كل حاجه بتاعتنا دي. فتاكيدا بس احنا هنعمل استفتاء دلوقتي برضو عشان انا حاسس ان انا فقدت الذاكره. هنعمل استفتاء دلوقتي نسال اخواتنا المغاربه ونسال العالم كله، اي حد بيتفرج على الفيديو من اي حته في العالم يقول لنا بقى مش مصر هي المحروسه برضو ولا الجزائر؟ الجزائر بقت محروسه امتى؟ انا ما اعرفش، ربنا يحرسها يا رب، بس مالوش علاقه بلقب مصر يا فندم. بالظبط كده. شكرا جزيلا يا فندم، مع السلامة عليكم. لأن الله في كوكب لالا والله يكون في عوننا جميعا. وهو بيشرب قهوة بيخاف من خريطة المغرب وبيترعب وبتجيب له خنقة، وهو واقف عادي بيخاف من خريطة المغرب وبتجيب له خنقة بيخاف، وهو حتى بيتكلم في التليفون بيترعب من خريطة المغرب. أزمة نفسية لابسها في رقبته كمان. إيه ده؟ أنا عايز أقلعها، فكوها فكوها. وهو بيغني بيخاف من خريطة المغرب وبيترعب، بيحاول يقلعها بكل الطرق وهو نايم. بيخاف من خريطة المغرب وبتجيله في الكوابيس وهو بيلعب يوجا، بيخاف من خريطة المغرب وبيترعب وهو حران، بيخاف من خريطة المغرب وهو بردان، بيخاف من خريطة المغرب وهو بيلعب بوكس، بيخاف من خريطة المغرب بيحاول يقلعها مش عارف يقلعها، هيموت هيتجنن مش عارف يقلعها. مهما حاولت مش هتعرف، خريطة المغرب فوق راسك وعلامة النصر وفي قلبنا كلنا. تعظيم سلام للمغرب. أنا الأحمر والنجمة الخضراء، أنا أسد الأطلس، أنا مالك الصحراء وسيدها، أنا قلب الأسد. هنا اكتشفت أول مجوهرات في التاريخ، هنا شيدت أقدم جامعة بالعالم. أنا مبدع القفطان ومبتكر الزليج، أنا من كسرت شوكة العثمانيين، أنا تاريخ كبير، أنا القوي العتيد، أنا القريب والبعيد، أنا الكرم والجود، أنا الأحمر والنجمة الخضراء، أنا المغرب.